التدعيمات اللي عملها الزمالك لحد دلوقتي هي تدعيمات معقوله وتسد فراغات؟ معقوله، لان انت عندك اللي اتحطوا السنه اللي فاتت ما عندهم ثقه، ده انت حتى اللي جاي ده مش لاقي مكانه، في جزء منه كبير مش لاقي مكانه. زي مين؟ كتير، معظمهم او يمكن كلهم كمان باستثناء لو دونجا، لو حب يحط دونجا مثلا جنب امام عاشور، حط روقه، حط عبد الغني، ده اللي ممكن ياخد مكانه. ده خليني اسالك، زكريا الوردي هيبقى عنده صعوبه في انه ياخد مكانه في التشكيله الاساسيه؟ طبعا طبعا، محدش فيهم هيلاقي سهوله، لان حتى حسام عبد المجيد الزناري مش هيلعب عليه بسهوله، الا اذا بقى الراجل عنده فكر تاني، ان انا جايب الزناري احطه مكان حسام عبد المجيد، لان حسام عبد المجيد فرق معاك انه تفوق على نفسه قوي في الدوري، جاب لك 6 بونت غاليين جدا في وقت من الاوقات في بعض الماتشات اللي هو كسبت فيها 1-0، كان من الراجل كسبان وواقف بشكل كويس قوي وتقيل. فالنهارده معلش انت لو جيت دخلت دونجا هتضطر تروح مرجع مين؟ عبد الغني على حساب المسلوسي اصلا، فهتشيل مين تاني؟ هتشيل حسام مجيد عشان تحط الزنار بتاع حسام مجيد من احسن لعيبه اللي موجود. يبقى الونش حسام عبد المجيد عبد الغني. وحد المسلوسي دي يا كابتن سامي ممكن يبقى فيها صعوبه، اللي انت كنت لسه طب انا هقول لك بقى، انت كنت شرحه دلوقتي انه ممكن المدرب يحب اللعيب اللي بيطلع بالكوره كويس، بس حظ المسلوس ان عبد الغني بيقدر يعملها، فممكن يعيده، لان عبد الغني كان بيلعب باك يمين، لعب معانا باك يمين ولعب قبل كده باك يمين، وبيقدر يزيد الحته دي، مفيش مشكله في الحته دي. عنده ميزه كمان، عبد الغني بيلعب بدماغه كويس، عنده ميزه في التغطيه بيرحل كويس. المسلوس عنده ازمات في بعض المواقف بالذات اللعب بالراس، فالزناري مش هيلاقي مكانه بنسبه كبيره. عمر جابر جاي يلعب، طب نيمار اللي هو عمل نقله وطفره هتقعده؟ صح، هيعيده ازاي؟ لان نيمار عنده ميزه، نيمار عنده سرعه مع مهاره، ودي ما تتكررش كتير مع ناس. صح، بيقطع مسافه في زمن قليل. صح، يعني ياخد السبرنت بمهاره فيقطع مسافه. صح، فبالتالي مش اي حد يعملها. عمر الناحيه الثانيه عنده خبرات كبيره لكن وعلى. ابطا، بس ابطا، والمهاره مش زي نيمار. نيمار بيقدر يطلع ويخش في حريف، وبيخش لجوه ويكمل كافيرو، فعنده فتعيده صعب انك تعيده. طب الورده تعيده على امام عاشور؟ هتلعب على امام عاشور؟ صعب. صعب هتلعب على دونجا؟ صعب. فمش مكانك مش محجوز. تعال بقى نتكلم على نضاي. نضاي مثلا النهارده راجل، انت حاطه فرود ولا حاطه تحت الفرود؟ هي دي بقى اللي هنتكلم. هل هو الراجل عنده مشكله كبيره؟ هو لعب كويس، لكن لعب الفرد اكتر، عنده لعب فرد كتير. طب شيكابالا هتقعده؟ صعب. فمش حدش، ما فيش حد جاي. هو هي مشكله بقى ابراهيم نضاي اكبر من كده، انه المركز اللي تميز فيه ابراهيم نضاي مع كل الفرق اللي لعب فيها زيزو، مركز زيزو الجناح الايمن. طيب ما انا بقول لك عشان كده عندك ازمه، مفيش مكان. لازم تشوف له مكان. وبعدين الزمالك عايز، لازم يجيب فيرود. يعني فيرود صريح، انت جبت لعيب بس ابراهيم ضايب بيلعب فيرود برضه. ما انا بقول لك بيلعب الاثنين، بس هو عنده مشكله ان هو بيستلم، بينزل يستلم ويلعب وبتاع، فما عندوش سبب بالفيرود. الجامب بتاعه كمحطه انك تشتغل عليه، ممكن يلعب مساحات احسن، ينفعك في التحولات. فانا بتكلم ان هو مش اي حد هيجي هيلعب. الفرقه اللي انت عاملها، اللي انت عاملها نادي الزمالك دلوقتي، بقى عندها تجانس وترابط، عشان دخل عنصر في وزن العناصر ده ما اثرش على الشكل التكتيكي للفرقه.